شرح كتالوج شهر 8. أول منتج معانا النهاردة منتج من المنتجات العالمية، من المنتجات الحلوة جدا اللي عاملة ضجة في العالم كله، البيبي كريم. البيبي كريم ده اختصار كلمة بيوتي بالم. ليه هو عامل الضجة دي؟ لأنه هو بيعمل حاجات كتيرة قوي في نفس الوقت. أولا هو بيحتوي على عامل حماية 30، فبيحميكي من الشمس وقت طويل جدا. ثانيا هو كريم بقدر استخدمه ككريم أساس، لأنه فيه كمان بيحتوي على 3 ألوان مختلفة، فبيعمل لك كفرج أو بيعمل لك تغطية للبشرة أو لأي عيوب موجودة في البشرة. في نفس الوقت هو نون كوميدوجينيك، وكلمة نون كوميدوجينيك يعني هو ما بيسدش مسام البشرة، فدايما بيخلي البشرة تتنفس أحسن. خالي من أي زيوت، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة وخصوصا البشرة الدهنية. أما إذا كنت بشرتك جافة فيفضل أنك تحطي المرطب بتاعك قبل ما تستخدميه. ممكن في الصيف تستخدميه من غير المرطب، لكن في الشتاء يفضل أنك تحطي المرطب بتاعك قبلها. مش بس كده، كمان بينور البشرة، يعني لما بتحطيه بيدي تنويرة للبشرة. فهو كريم من الكريمات الحلوة جدا اللي ليها فوائد كتيرة قوي للبشرة. تاني مجموعة معانا النهاردة هي مجموعة البيور سكين. طبعا مجموعة البيور سكين من المجموعات القديمة، لكن ايه الميزة اللي عندنا هنا؟ انه انت لو اشتريتي ب 200 جنيه من الكتالوج هتحصلي على المجموعة دي كلها ب 89 جنيه. نشرح المجموعة علشان الناس اللي هتستفيد من العرض ده. اولا المجموعة دي للبشرة الدهنية او الدهنية اللي فيها مشاكل. كمان المجموعة دي فيها المنظف، هنلاقيه هنا منظف رغوي بستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. المجموعة بتحتوي على التونر قابض للمسام وبيجري الدورة الدموية وبيشيل اي بقايا من المنظف، والتونر ده برضو بيستخدم مرة الصبح ومرة بالليل بعد المنظف بتاعك. تستخدمي برضو الشاين كنترول، الكريم المرطب بتاعك الخالي من الزيوت، لكن هو بيديكي ترطيب للبشرة وبيرطب البشرة من غير ما يديكي دهون زيادة فيها. خطوات العناية الأسبوعية، عندك هنا السكراب والماسك اللي بنقدر نستخدمهم من مرة لمرتين في الأسبوع علشان يخلصك من الدهون الزيادة في البشرة. مجموعة الجورداني جولد منزل لنا مانيكيرات جديدة بألوان حلوة جدا مناسبة قوي لفصل الصيف، بتركيبة مقوية للأظافر. غير ان ألوانها حلوة وبتدوم فترة أطول، لا هي كمان التركيبة بتقوي الضوافر وبتحافظ على الضوافر، وكمان بتحافظ على شكل الضوافر من انه أحيانا بيبقى فيه ضوافر فيها زي خطوط كده أو علامات الشيخوخة، فالضوافر بنحسها انها مش شكلها مش حلو، فدي بتحافظ على الضوافر من العلامات اللي ممكن تظهر عليها مع الوقت. مجموعة الباور شاين منزلة برضو الروج الباور شاين، نازل حلو جدا بالفواكه المختلفة وبنكهة الفواكه كمان. طبعا هو ليب جلوس بيتحط بعد ما احط الروج بتاعي او حتى لوحده، لكن الميزه اللي بتميزه انه بيحتوي على فيتامينات مختلفه، بيحتوي على فيتامين اي، فيتامين سي، وفيتامين اي اللي هو فيتامين الف وجيم وهي. طبعا فيتامين اي بيساعد على انه ينعم الشفايف، فيتامين سي بيجدد الخلايا بتاعه البشره او بشره الشفايف، فبالتالي بيحافظ على مرونه وليونه الشفايف. اما فيتامين اي فهو فيه مضادات اكسده، فبيساعد انه يحمي الشفايف من العوامل الضاره سواء التراب، الهواء، الشمس، العوامل الضاره اللي ممكن تضر الشفايف. طيب في مجموعة اوريفليم عندنا النيل بروتكتور. النيل بروتكتور دي ده مقوي للأظافر، بستخدمه ممكن استخدمه لوحده فيدي لمعة للشفايف للأظافر، وفي نفس الوقت يديها اللمعة وفي نفس الوقت يحافظ عليها من انها تتكسر. كمان ممكن استخدمه احط تحتيه، احطه الاول وبعدين احطه فوقيه المانيكير بتاعي وبعدها احط تاني طبقه منه، فيبقى بيستخدم بطريقتين، يبقى بستخدمه لوحده فبيقوي لي الاظافر وبيديها اللمعه اللي انا عايزاها، يا اما بستخدمه تحت طلاق الاظافر بتاعي بحطه الاول وبعدين بحط طلاق الاظافر وبعدين برجع احطه مره تانيه عشان يحمي الاظافر وفي نفس الوقت يخلي لون المانيكير او لون طلاق الاظافر يقعد معاكي فترة أطول. التريبل كور،
احنا تيبل كور من الروجات اللي احنا عارفينها قبل كده، لكن هنا تيبل كور بتركيبة جديدة. طب خلينا نعرف ايه الفرق بين التيبل كور ده والتيبل كور القديم. التيبل كور القديم لو تفتكروا كانت الطبقة اللي في النص طبقة بلسم للشفايف. اما التريبل كور ده فمختلف. التريبل كور ده عندي الطبقه الاولانيه ده، فده اللون الغامق اللي بحطه للشفايف وفي نفس الوقت هو بيديني التحديده بتاعه الشفايف. اما اللون اللي في النص فده اللون الفضي. اللون الفضي بيساعد على انه يدي شكل الشفايف اللي هي بنقول عليها ال 3D او اللي هي التركيبه الثلاثيه، ثلاثيه الابعاد، بتخلي الشفايف شكلها اكبر في الحجم. ليه؟ لانه اللون الفاتح اللي في النص هو ده اللي بيديكي الاحساس بان الشفايف اكبر في الحجم. اما الطبقه الداخليه اللي هي اللي جوه فدي اللون خفيف من نفس درجه اللون ده علشان يبقى فيه زي تدريجه للون فيدي شكل نهائي احلى للشفايف. مجموعه البيور نيتشر منزله لنا منظف رغوي فهو مناسب اكتر للبشره المركبه او البشره الدهنيه اللي حالتها كويسه، وعلشان احنا في فصل الصيف فهي نازله طبعا بريحه الكمثرى والنكتارين او يعني الخوخ، فريحتها حلوه قوي فريش، مناسبه جدا لفصل الصيف. طبعا دي مناسبه للبشره زي ما قلت الدهنيه او البشره المركبه طبعا اللي مايله للدهني، وكذلك الكريم بتاعها هلاقيه كريم مرطب خفيف للبشره وفي طبعا مضادات اكسده لانه هو بيحتوي على النكتارين والكمثرى. هنتكلم دلوقتي على الريبليسمنت او البدائل. الشهر ده الشهر اغسطس عندنا مجموعه الفرنس ممكن اعتبرها بديل لمجموعه الاوبتيمال وايت، الاثنين بيعملوا نفس الحاجه، الاثنين بيساعدوا على تفتيح لون البشره. فبنختار ما بين دي او دي. في نفس الوقت المجموعه هنا عندي ماتيفاينج لوشن، لوشن لتفتيح لوشن لتفتيح لون البشره فهو خفيف فمناسب للبشره المركبه او للبشره الدهنيه، اما هنا عندي جل لوشن فهو برده خفيف للبشره الدهنيه. يمكن بس هنا ده بيحتوي على عامل حمايه 15، هنا مفيش عامل حمايه، فهي بس دي هنحتاج يمكن هنا نستخدم اكتر عامل حمايه، لكن المجموعتين دول بقدر اعتبرهم بدايل لبعض. طيب بالنسبه برضو للريبليسمنت عندنا برضو مجموعه الرمان ومجموعه الصبار ومجموعه السويدش سبا، الثلاثه دول مناسبين للبشره الدهنيه، الثلاثه دول يعتبروا بدايل لبعض مناسبين جدا لفصل الصيف للبشره الدهنيه في فصل الصيف طبعا الثلاثه لجميع الاعمار. فاللي بشرته دهنيه لو في اي مجموعه لو ما لقيتش مثلا مجموعه السويدش سبا اقدر اخد بدلها الرمان، اقدر اخد بدلها الصبار وهكذا، الثلاثه دول بعتبرهم بدايل لبعض. طيب بالنسبه للكومبو، الكومبو دي حاجات لما بناخدها مع بعض بتكمل بعض. عندنا اول حاجه طبعا في مجموعه السان زون مهمه قوي ان احنا في الصيف نستخدم كريمات تحافظ على البشره من الشمس، فبنستخدم كريم بيكون بيحتوي على عامل حمايه ويفضل يكون عامل حمايه عالي خصوصا لو انا بشرتي فاتحه، يبقى لو انا بشرتي فاتحه باخد عامل حمايه عالي، اما لو انا بشرتي سمراء او قمحيه يبقى عامل حمايه 25 هيبقى كفايه قوي بالنسبه لي. مهمة قوي اني بعد ما اتعرض للشمس اني استخدم الافتر سان، الافتر سان اللي هو كريم لبعد التعرض للشمس. ليه؟ الكريمات الافتر سان بتعمل كذا حاجة، اول حاجة بترطب البشرة، تاني حاجة بتعمل كولينج للبشرة او بتهديها، لان احنا لما تعرضنا للشمس البشرة احمرت ممكن تكون التهبت فبحتاج ان انا اهديها تاني، فكريمات الافتر سان بتهدي البشرة لانها كمان بتحتوي على الصبار والصبار معروف ان هو ملطف ومهدئ للبشرة. مجموعة الاوبتيمال وايت برضو زي ما قلنا دي من المجموعات الحلوة قوي للتفتيح. المجموعة دي ممكن نتكلم على الكومبو اللي فيها. انت دلوقتي لو عايزة تفتحي بشرتك ما ينفعش ان انا استخدم حاجة واحدة، ما ينفعش اجي اخد مثلا اللوشن واقول انا هفتح البشرة، يفضل ان انت لو بتعملي تفتيح للبشرة تعملي برنامج على بعضه. البرنامج ده بيبقى عبارة عن المنظف بتاعك، المنظف هنا رغوي فهو مناسب اكتر لجميع انواع البشرة ما عدا البشرة الجافة قوي، يفضل البشره الجافه ما تستخدموش، لكن هو مناسب للبشره المركبه، البشره الدهنيه، البشره العاديه، وخصوصا واحنا في فصل الصيف فالحر بيزود نسبه الدهون في البشره.
بنستخدم المنظف الرغوي، بعد كده بنستخدم التونر، التونر بمسحه بقطنة، بمسحه على بشرتي بقطنة، وبعدين الصبح بالنهار بنحط الماتيفاينج لوشن، اللوشن اللي بيحتوي على عامل حماية 15، اما بالليل فبستخدم الكريم الليلي كل يوم بالليل قبل ما انام. ما تستنيش النتيجة من المجموعة بتاعتك قبل 28 يوم. برضو مجموعة الأظافر الشهر ده حلوة جدا، برضو في حاجات منها نقدر ناخدها ككومبو لأنها تقوي الأظافر. مثلا عندنا محفز نمو الأظافر، ده من الحاجات اللي بتساعد على نمو الأظافر. لما بنيجي نحطه لازم نحطه في المنطقة اللي بتغذى منها الضوافر اللي هي المنطقة دي، بنحطه وبعدين بنعمل مساج للضوافر، يفضل انه يتحط كل يوم، ممكن كل يوم بالليل قبل النوم. كذلك مغذي الاظافر، مغذي الاظافر ده بيتحط علشان الناس اللي ضوافرها ضعيفه، اللي ضوافرها بتتكسر بسهوله، فبحتاج ان انا اغذي الضوافر علشان تقوى معايا، فبقدر استخدم المحفز للناس اللي ضوافرها ما بتطولش، اما المغذي للناس اللي ضوافرها ضعيفه. بعد كده ممكن احط طبقه مقويه للاظافر اللي هو النيل بروتكتور اللي نازل عندنا جديد، وزي ما قلنا ممكن احطه لوحده او احطه مع المانيكير بتاعي. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج 8.